رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لجولتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي النهارده جولتنا في السوشيال ميديا بوائل جمعه نجم دفاع النادي الاهلي السابق واللي احتفل بعيد ميلاد اولاده حبيبه ومالك ونشر صوره ليهم على الانستجرام وكتب كل سنه وانتوا اجمل حاجه في حياتنا. اما محمد الغندور حارس المرمى المعار من النادي الاهلي لجمهوريه شبين فنشر صوره على الانستجرام مع فريق جمهوريه شبين وكتب الحمد لله انتهت اعارتي لنادي جمهوريه شبين، موسم صعب عدى عليا، استفدت خبرات كبيره بره وجوه الملعب، شكرا لاعبين الجمهوريه، زادني شرف التعامل مع كل لاعب في الفرقه وممتن لكل لحظه قضيتها معاكم، شكرا لجمهور البلد العظيم اللي كانوا مسندنا طول الوقت ومسندني انا شخصيا، وشكرا لمجلس الاداره والاجهزه الفنيه اللي اشتغلت معاهم اضافوا لي الكثير وان شاء الله الجمهوريه في الممتاز. كمان عالميا بقى نشر احمد المحمدي المحترف في استون فيلا الانجليزي صوره على تويتر من مباراه فريقه مع بولتون في دوري الدرجه الاولى واللي انتهت بفوز استون فيلا 2-0 وكتب ثلاث نقط وشباك نظيفه. كمان نشر سام مورسي لاعب ويجن الانجليزي صوره على تويتر من مباراه ليدرز او ليدز يونايتد في دوري الدرجه الاولى اللي انتهت بفوز سام مورسي وزمايله 2-1 وعلق يا له من فوز استغرق منا وقت طويل للحصول عليه، لقد كان دعمكم رائع احسنتم جميعا. كمان بنعلم لاعب ليفربول الانجليزي نشر صوره من تدريب الفريق على تويتر وكتب احتفظ بتركيزك دائما لكي تحصل على افضل النتائج. كمان ساديو ماني مهاجم ريتس نشر صوره على الانستغرام باللبس الجديد للفريق وكتب قميصنا الجديد. شارك كمان سيرخيو اجويرو نجم مانشستر سيتي في حمله ضد العنصريه ونشر صوره على تويتر وكتب نحن نقف ضد الاساءه العنصريه، نحن ندرك حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقنا ولذلك فإننا نستخدم صوتنا للوقوف في وجه الإيذاء العنصري معا، ندعو منصات وسائل التواصل الاجتماعي وهيئات كرة القدم إلى بذل المزيد من الجهد. كمان نشر فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد على تويتر صوره لمدرج او للمدرج السير أليكس فيرغسون في ملعب الأولد ترافورد وكتب على الصوره شكرا. اما حساب في الجول فنشر صوره للمدرب الكبير اكس فريك ارسن فينجر عفوا وكتب في اليوم ده من السنه اللي فاتت اعلن ارسن فينجر رحيله عن الارسنال الانجليزي بنهايه موسم 2017-2018 لا شيء يبقى للابد بعد المسيره امتدت ل 22 عام، قرر فينجر تعليق سترته في غرفه ملابس الجانرز. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده الناقد الرياضي استاذ عمرو فوزي.